في حالة وجود دخان في المقشورة بين مصدر الأنوار المدركم إلى تلك المخارج. يرجى منكم قراءة بطاقة تعليمات السلامة المتواجدة في جيب المقعد بعناية تامة، حيث تضم البطاقة الإرشادات الخاصة بهذا النوع من الطائرات. يرجى التأكد من ربط أحزمة المقاعد الآن بإحكام، وذلك بإدخال أحد طرفيه في الطرف الآخر. ولفتح الحزام ارفع هذا الغطاء وباعد بين الطرفين. عند سفركم بصحبة أطفال ردة، سوف يقوم أفراد طاقم الضيافة بتزويدكم بأحزمة السلامة الخاصة بالأطفال. كما ننصح حضراتكم بترك أحزمة السلامة مربوطة في جميع الأوقات عند جلوسكم في مقعدكم. إذا دعت الحاجة إلى استعمال أكسجين طوارئ فإن كمامات